يعني أنا وأنت بتتكلم اتذكرت التلاميذ لما كانوا بيتكلموا مع المسيح في لوقا 13 وعم بيتكلموا على حادثة صارت في أيامهم، إنه بيلاطس الحاكم الروماني في اليهود اللي فاتوا يقدموا ذبائح وبيعبدوا الرب وبيعطوا التقدمات، فبقول خلط يعني دمهم بذبائحهم طبعا. وبعدين المسيح كان جوابه أعطى المثل اللي كمان حدث في أيامهم، ناس عم بيبنوا جنب الهيكل في وادي قدرون اللي هي بسلوان قدام جناح الهيكل، عم بيبنوا وفي برج وقع عليهم وقتل 18 مين يعني. فكان الجواب للظاهرتين، الظاهرة الأولى هي يد بشرية، إنسان مجرم ظالم ذبح اليهود، والتاني حادثة طبيعية، والتاني حادثة طبيعية كارثة طبيعية، عم بيبنوا شيء خير للهيكل وللمنطقة فوقع. فبقول المسيح يعني إن لم تتوبوا فكذلك جميعكم تهلكون. فكان جوابه انه ما سوامش ولا طيب وخسارة وانه يعني بتعرف كيف احنا مرات نتعاطف، كان جوابه التوبة. يعني كان الجواب صعب يعني حتى مرات اشي مش مفهوم طبعا لإلنا في عقلنا البشري.